أيضا حوارنا وتقاريرنا براويكم تقرير آخر قديم 2013 أساس أذكر مدى تقارب فكر البعض من الجماعات اللي دعناها جماعات تحمل فكر تكفيري أي كان وبعض ولا فكرة الأخوان المسلمين. شاف العجمي يهاجم في ذاك الوقت الجيش المصري ويهاجم عبد الفتاح السيسي، واللي قاعد يصير بسيناء شنو؟ مش مهاجم الإخوان المسلمين اليوم، دشوا الفيسبوك، دشوا التواصل الاجتماعي، كل وسائل التواصل، الإخوان المسلمين ما عندهم إلا شغلتين: إهانة رئيس الجمهورية وتقليل من حجم الجيش المصري ومحاولة الإساءة له، ويقولون انه خان. الجيش المصري، الجيش المصري اللي دش في حروب ضد فرنسا وبريطانيا واسرائيل لحمايه القناه وحمايه مصر، العدوان الثلاثي، الجيش المصري البطل. الجيش المصري صحيح خسر في 67، صحيح كانت في اخطاء الجيش المصري في ذاك الوقت، لكن تم التعديل ودخل في حرب قويه، حرب الاستنزاف، وتم استنزاف الاسرائيليين. وماتوا في حرب، وماتوا الإسرائيل، ودمر اقتصاد النتيجة من بعد 67 إلى سنة 73 كان هناك استنزاف للجيش المصري، استنزاف للجيش الإسرائيلي. الجيش المصري البطل عبر قناة وحارب أقوى، حارب مش حارب الجيش المصري ما حارب إسرائيل، حارب بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية. نسينا طائرات الإمداد اليومي لإنقاذ الجيش الإسرائيلي، نسينا شلون رئيسة وزراء إسرائيل تناشد انقذونا يا أمريكا، سوف تنهار إسرائيل، كاد أن يقضي عليهم الجيش المصري، يقضي على إسرائيل في 73. هذا هو الجيش المصري. الجيش المصري شارك في تحرير الكويت. الجيش المصري حمى مصر أيام أيام الربيع العربي. الجيش المصري عاد الهيبة لمصر. ومن هم الجيش المصري؟ هم أبناء مصر. لذلك الإخوان المسلمين عقدتهم الجيش المصري، وهي عقدة قديمة ترى. وغير حرب الجيش المصري دش في حرب ثمانية. الجيش المصري تاريخ، دولة 7000 سنة، يأتي لي حزب مشكل له شبهة من تشكيلة من قبل الاستخبارات البريطانية عام 28 ولائحتهم بالثلاثينات، بداية الثلاثينات، اليوم يهاجم الجيش المصري؟ ما هو الجيش المصري هو الشعب المصري. لذلك عقدة الإخوان والمتطرفين هو الجيش المصري. الجيش المصري يمثل الجيش الأمة العربية كلها. لو أن مصر سقطت لدى الإخوان، سقطت في أيدي الإخوان المصري، أيدي الإخوان المسلمين، وانتهى الجيش المصري وتفكك، لليوم داعش وإخوان كما هي صورهم المنتشرة يحتلون الأمة العربية والإسلامية، وينجح مخطط بني صهيون. شوف الأخ اللي هاجم الجيش المصري والسيسي، أعطوني التقرير. نقول للشعب المصري المظلوم الذي يذبح وفي كل يوم يذبح بالمئات، حتى تجاوز السيسي بشار وتعدى على العدد الذي يفعله بشار في سوريا، أقول لهم أبشروا بالنصر، فإن الله تبارك وتعالى قد تكفل لكم بالنصر. وباشر السيسي وحزبه بقتل الناس، ولا زالوا يقتلون وسيزداد القتل، لأن النظام الدولي يرعى هذه الجريمة العظيمة، ويريدون أن يضحكوا علينا ويقولون أن الذين يقتلون خوارج وأن الذين يقتلون هم من الإخوان المسلمين. يقولون الآن هناك مسلحون مع الإخوان. طيب أنا أريد أن أصدقكم في كل ما تقولون. وجود 10 مسلحين أو 20 يبيح أن تقتل المئات. وأقول للجيش المصري أن الجيوش العربية للأسف على مر التاريخ لم تصنع لحرب إسرائيل. أيضاً